صباح الفل. وصلنا على خير لمراكش ولسه بنبتدي اليوم. انا احب في بدايه كلامي ان انا اشكر الناس اللي ادتني اراء ان انا اروح فين في مراكش. لسه بس بنظبط نشوف اليوم هيمشي ازاي. يا زوز اجي يا زوز. ايه ده الصوت ده يا جدعان؟ اجي كيجاك. قول لنا يا عم، قول لنا يا عم بقى، عم بقى نروح فين بقى، نبتدي اليوم ازاي؟ شوف مراكش واسعه وعريضه. واسعة وعريضة ايه؟ انا متسع مش اخشى مش هنفصل. يعني قولنا هنروح اليوم ازاي يا زوز؟ اليوم هيمشي ازاي؟ هنروح فين؟ لا بس بدك تقول لي من غد مشي تايب لي مكان وريك الحجم ديال مراكش. لو بغيتي قلت له سعيه ديالها وداك الشيء، راه كل مكان خصك تمشي ليه وخصك ليه واحد الوقت كبير. وحنا الوقت دابا اللي غادي نحدو على حساب المستطاع وعلى حساب هذا، نلبيو الرغبات ديال دوك الناس اللي بغاو كيقول لك سير لهاد البلاصه، نحاولوا نديروا المجهود ديالنا باش بسم الله كده. الصبح في بدايه اليوم هنروح على فين؟ نمشيو لجامعتنا. للجامع يا بابا، اول جولتنا للجامع. مشاو الله يسلم، عارفين اللي انت بغيتي تشوفهم غير دابا حيت ما عندناش الوقت، راك عارف عندنا غير هذا النهار وغدا. تمشي تشوف البلايص اللي هما هي فيها بزاف الحوايج، ولكن حنا ما غنقدوش نشوفوا كلشي. طب خلاص على قد ما نقدر كده يعني. ماركاشني انا عايزك تماركاشني. فهمتني؟ انجركش. احنا في مراكش لابد ان نتماركش. بس كده. خلاص تمام؟ يلا بينا. يلا يا زوز. يلا يا زوز. انا نشوف فين غتوصلنا هذا النهار هذا. الله يا زوز. احنا نبقاو تابعينك حتى ترمينا في حافه عاود. ماشي يلا. خديتي عصير ديال الحامض ولا ايه ده؟ حامض؟ ده بطار. لا حامض، خديتي عصير دولة تاني. ده دولة تاني. لا ده البرتقال، احنا بنقول برتقال ما بنقولش حامض. لا بغيتي عصير ديال الشيخ متولي. الشيخ متولي؟ الله يسهل علينا كلنا. يقول لك عصير الشيخ متولي. دي جديدة. لا احنا هنقول برتقال، انتوا بتعيطوا عليه حمرا. احنا هنقول برتقال. لا انت الليمون. ثم الليمون هو الحمرا. الليمون هو الحمرا. في الليمون لا بس زوين طبيعي فريش. غير من كثر ما تزيد الريحه. دولة تاني. دخلتي للتاريخ من بابيه الواسع. احمد لا لا ادخل به، ادخل مارشا ريال ماشي. عرفتي بهاد الطريقه احمد غادي تنور هامون هاد الموضوع من الاخضر. غادي يصوم معاك الكتب. الله الوطن الملك.
تسجي سيارات عندنا البي ام بيو بيو سيارات بيو كوتشي كوتشي عندنا كاريتا عندنا حنطور سمعت اغنيه بتاعت واركب الحنطور ديريجين ديريجين احنا احنا كيقول لك كاينه واحد الاغنيه احنا كيقول لك فيها امون كوتشي اجيلت اجيلت المهم دوزنا هذا النهار انت جاي مراكش قلتي جركتني انا جركت مرمول لعبني في الملاهي مناره مناره مول مناره مول ولا مناره ما بتختلف من النطق يا استاذ وديني المول عشان العب في الملاهي تبارك الله وايه وفي الاخر يسيبني ويخلع اهو سابني وخلع الزوز خليكم شاهدين الزوز سابني وخلع راح ينام وانا سخفت بصراحه اسمها كده سخفت والله تعبت مرت اسمها مرت برضه احنا هنطلع على المزار مزار مزار مول المزار ناخد دوره كده بس بصراحه يعني برضو عايز اوجه كلمه لاهل مراكش زي ما هم بيعملوا كده بجد ناس جميله جدا مع احترامي للمغرب كامل انا بتكلم على المدينه اللي انا فيها ده يعني بس انا يعني على طول يعني اي حد بتكلم معاه تلاقيه بيضحك الضحكه فعلا الكلام اللي الزوز كان بيقوله قبل ما اجي ده اللي انا لقيته ان الناس لسه ما اتكلمتش وداخل بسال على حاجه يقوم بيضحكوا تبارك الله عليهم بس لما اوعى تودوني الملاهي الزوز روح لا لا تودوني الملاهي دلوقتي لا ما هتودوني هنعمل ايه طيب احنا ما مش مكتشفين معاك المشكله انتوا بتشبطوا في الملاهي انا ما اعرفش انتوا ما عشتوش طفولتكم ولا لا اللعب زوين ما فيش ما عندوش السن كي جاك الايس كريم دي وين بزاف ولا شويه انتوا جايبيني المول التاني عشان اكل ايس كريم حاسس ان انا جاي اعيش طفولتي هنا انت عارف انا لو هعيش طفولتي مش هعيشها كده تعالوا كلوا معايا تاكل جلاطي شنو هذاك اللي كان تاكل شوكولا شوكولا شوكليت وفريز تاكل معايا؟ الناس تاكل؟
نتاعهم نتاعهم دغيا. تفضلوا معايا. طيب انت احمد هذا هو جليس؟ لا مراكش بلازا. مراكش بلازا نقعد ننزل نقعد هنا في مراكش بلازا. انت هنا فين كاينه زهره؟ بزاف كاين زهره شادي سترا دي فارنس. ايوا حيت زهره حيت عندنا بالنسبه سبيسيال زوين. تحسي هنا البلاصه دي فكرتني بمصر. الاشاره يا احمد بحال مصر. الحته دي في حته في حته زي احنا نشوفوا فين ستاسيون ورا الدراجات دي حلوه برضه. تكريوهم هذا زي نظام هولندا. باركينج عندك وين؟ كسبت اللعبه وانا ايدي. بص ورمت. ايه والله نشوف ورمت. يعجبك كده زوز؟ فرحان طبعا. فين احمد ورمت فين؟ اذا انت خسرتي صح. ايوه العرق شادد عليا مش عارف حرك صوابع دول عادي. لكن هي الحته دي الجزء دي ما يكون بس عندك. ما يكون بس عندك. مين اللي بس؟ لا بس عليك يعني. لا ماشي لا بس عليك. لا بس عليك. لا بس عليك. يا ما يكون بس عندك. لا انا خدتها في دماغي زي البوسه عندنا. لا. ما يكون بس عندك. ما تجيب كده يعني. لا لا ما يكون بس عندك يعني. لا ما كاينش بوسه عندك وفهمتي انت البوسه بوص معك. هبوس صبعك. بوسو. ماشي حبيبي. هبوسه حبيبي. وما تخلي حد يبوسه غير بوسه انت. جايبني لمراكش عشان توديني المول ونلعب العاب في الملاهي. العاب ديال الملاكمات. لا وانا عمال اقول اسد يلا فيه ايه. فرحان براسك. فرحان براسك اسد يا ولد. معلش معلش. شوف اسمتها ماشي مشكل. لا دوش انت لعبتي الاسد وصبعك انكسر. معلش معلش معلش. هذا ربحتي سامي. ربحت سامي. ربحتي سامي. خدا هو الزائزة هو خدا لبست في الحياة. خدت أنا حاجة تانية. أنا خدت حاجة تانية. أنا أسيبكم كلكم وهطلع أسهر. هطلع أسهر فين بقى مش عارف بس أنا هطلع. لا لا رجلي ترتاح. لا لا صباعك مريض. لا صباعي مريض لكن رجلي مش مريضة. لو حد حب يسلم عليا عادي يعني ممكن أخش أبوس على طول مش لازم أمد إيدي. غادي تمشي غادي تمشي المول وحدك؟ شوف ما عندي تعرف دابا انت اللي بغيتي تسلمي ديال اليسار. اسلم بالله. دابا انت ما بقيتيش تسحب اليمين لان اليمين ديالك مهرسه خلاص. واش نديوك للطبيب؟ تتريق عليا زوز؟ تتريق عليا؟ واش نديوك للطبيب احمد؟ برد عليك. نديوك للطبيب؟ لا 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 انا مش عارف بس لازم نكمل. انت تخرج من هنا وانا نقول لهم يسدوا الباب من هنا. مين ده؟ خليها على الله قسما بالله. ألف باب يتفتح لي صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اهم الناس بترد من قبل ما يشوفوا الفيديو اصلا. لا ما بقاش يمشي الطبيب نسدوا عليه الباب ما يبقاش يخرج. ما تحبسني انا في اوضه الفيران احسن. يلا يلا احمد سير طلع ترتاح. ايوه شديد. لا نفكر نشوف نفكر هنشوف هنعمل ايه او هنروح فين عشان مش هينفع جو الملاهي اللي انتم عايشيني فيه في مراكش ده. تمام دير ازاي؟ شوف لينا هذا بين مشخشخة وبين مشخشخ. ايه يا حاج هو اللي مشخشخ؟ مشخشخ يعني ايه؟ مشخشخ زعما احنا كنقولوا مفدوع. مفدوع؟ مفزوع من ايه؟ خض مقعور. مقعور ولا ما بغيتش يقول لي مخروم. مخروم ايه يا حاج خرمته؟ ده هو يا دوب يعني عرق شادد شوية. لا لا واش تكسرش؟ واش تكسر سخانة ولا شي حاجة؟ تكسر سخانة؟ لا حيت ولا كان شي في ديرك دوري برا. انت تعملي زي امي اي حاجه دول برا. امي اي حاجه اجيب لك ريفو. يا يما انا الريفو ايه اللي هيعالج مش عارف. اجيب لك ريفو. حيت لك صداع. اي حاجه دول برا. حيت لك شو سميته؟ اعرفش اسمه امه ايه. انا لو عايز اعمل عمليه ممكن استغنى عن العمليه واخد دولي لمؤاخذه. دولي بران. دولي بران؟ لا اصل انا كنت هقول اسم عيب ما ينفعش اقول. احنا دول الكلمه الثانيه عيب عندنا. صافي ما تقولش. صافي بلاش. صافي سكت. بغيتي تعيب هنا سميتو ما يتهجموا عليك هنا مراكش كاع صحاب مراكش يتردموا عليك هنا. احمد واش فيك شي سخانه ولا شي حاجه؟
سخنة ازاي؟ اذا ما حرارتك ولا ايدي ولا حرارتك؟ لا لو هي مكسورة او اي حاجة. شوف الى ما كاينش راه تحس براحتك عندها كورت دول بلاصتو. خرجته من بلاصتو هو. انا عايز اركن مش عايز ابلاص انا. ما سخيتش بمراكش ولا سخيت باهل مراكش. طبعا حصل ظرف كان لازم ان احنا نرجع الرباط. وطبعا ايدي زي ما انتم شايفين كده مهمده جسمي كلها. فعايز اوجه رساله شكر. اول حاجه رساله شكر لاهل مراكش، الناس الجميله اللي دايما بتضحك. فعلا تبارك الله عليكم. وفي رساله اعتذار ان ما لحقتش اقابل الناس اللي كانوا بعتلي. يعني ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هعمل زياره تانيه لمراكش قريب، وهنزل يعني وهشوف الناس كلها. وبجد يعني ربنا يخليكم ليا ما تحرمش منكم.